ايه مي جبت البونات بس ما في رز اليوم. طبختي لنا رز بازاليا؟ يلا حجيب صوت اللبان واجي لعندي. ايه مي طالعين اليوم انا والشباب على مزرعه شادي، زبطي لنا مع الوالد انت بعد اذنك. انا حاخذ ميكرو جوبر مزه وانت خدي تاكسي لاقيك تحت الجسر. ايه نطلع عند خالتي هيك احسن ما ناخذ تاكسيين على الميدان، والله كسر الظهر. ايه ماما اتصلت خالي امل قال حكيها ضروري لانه بنتها لبنت خالتكم جابت صبي بدكم تروحوا كلياتكم على المباركه. ماما اجت جارتنا امازين تركت لك مصاري قال هدول مشان الجمعيه. ايه امي خبري ابي ما يجي بالدرام، انا اجي بالدرام شويه. ايه مشان نتفرج على مسلسل كسمو اليوم بالليل. ايه ماما اذا مرق بيعت تماري كعك احسبوا حسابي انا جاي على البيت. ايه امي هي طلعتي من صلاه الجمعه، شو جيب لك فول محمص؟ ايه ماما انا حاتاخر على الغدا اليوم. ايه اتركي لي بس بعد اذنك ورقه عشان اعرف كيف تزخن البامه. ايه امي تركت لك بنطلون الرياضه على الصوفايه. ايه خيطي لي بعد اذنك، والله اليوم مس عندي نادي. ادعي لي امي اليوم عندي مقابله شغل، ارضي علي الله يرضى عليكي. ماما حبيبتي هي هي اللي قلت لك بدي اخطبها، شو رايك فيها؟ بس لا تقولي يا ابي تعرفت عليها بالجامعه بلا ما يعملنا قصه، خلص قولي له خطبه كلاسيكيه. امي بدك تامني لي 300 400 ليره من ابي. بعد اذنك دبريه في مشروع براسي انا والشباب، لك الله يخلي لي اياها. يا مو يا مو بشار الأسد داخل أيامو يا مو يا مو الشعب السوري طالب أعدامو، سوريا هجموا الشبيح علينا، شو ذبحوا وشو قتلوا فينا، والعرب عم تتفرج علينا، وين النخوي ماتت فيهم يا مو يا مو يا مو بشار الأسد آخر أيامه يا مو